جيتكم بالفنكوش التونسي وشكون ما يتفكروش لسه تبنينا برشا سهلة مهلة ويجيكم الفنكوش خفيف وهشوش كيما اللي يتباع نجمو تعملو بيه ساندويتشات مالحة وإلا حلوة. نستحق 100 مليلتر ماء دافي، 100 مليلتر حليب دافي، مغرفة خميرة 10 غرامات، مغرفة صغيرة خميرة جاتو، مغرفة ونص سكر، ومغرفة كبيرة خل، بيضة كاملة، ونخلطوهم مع بعضهم ونبدا نزيد في الفرينه تدريجيا ونلم العجينه نتاعي. زدت رشه باهيه نتاع ملح ونزيدو 50 مليلتر زيت نباتي ونكمل بقيه الفرينه. استعملت 460 غرام. من بعد ما نلموا العجينه نتاعنا نتعدوا نعجنوها مليح، عجنتها في العجينه، تنجموا تعجنوها بيديكم لين تحصلوا على عجينه طريه وما تتلصقش. نغطيها ونخليها ترتاح لين يضعف الحجم نتاعها. من بعد نخرج منها الغاز ونقسمها لكعابر وزن الوحدة 70 غرام. نغطي العجينة متاعي بالبلاستيك ونبدأ بأول وحدة باش نحلها بالطول ونلفوها كما تشوفوا، ونحنا نضغطوا كما خبز الباكيت، نكبسوا عليها بالقدا ونسكروها من الجناب باش ما تتحلناش وهي تطيب في الفور، ورولها شوية باش تشد العجينة في بعضها وتعطينا شكل مزيان. ونحطوا الخبيزات في بلاتو مغلف بالبابي كويسون، نكملوا نشكلوا البقية ونخلوهم يخمروا ربيع ساعة. بعد ما خمروا باش ندهنهم بأصفر عظمة شوية حليب، ندخلهم للفور على 200 درجة لين يطيبوا يحمروا مدة 12 دقيقة، وهكا تتحصلوا على ابن فنكوش.